السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نشرح تبسيط الكسور. طبعا كلنا عارفين ان الكسور عبارة عن بسط على مقام. تبسيط الكسور يعني نخلي البسط والمقام في صورة اعداد اولية. كلنا عارفين الاعداد الاولية، وهي الاعداد اللي بتقبل الاسم على نفسها والواحد الصحيح فقط، زي الاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة والتلتاشر الى ما لا نهاية. ازاي نحولها لاعداد اولية؟ مثلا 45، كلنا عارفين 45 هي 5 في 9. الخمسة عدد اولي بس التسعة مش عدد اولي، يبقى نحول التسعة لعدد اولي. نسيب الخمسة زي ما هي، التسعة عبارة عن 3 في 3، التلاتة عدد اولي والتلاتة عدد اولي، الخمسة عدد اولي والتلاتة عدد اولي والتلاتة عدد اولي. كده حولنا 45 لعدد اولي. مثلا عندها 6 على 21، الستة عبارة عن 2 في 3، والواحد وعشرين عبارة عن 3 في 7. الاثنين عدد اولي والتلاتة عدد اولي والتلاتة عدد اولي والسبعة عدد اولي. هنطير التلاتة مع التلاتة يفضل لنا 2 على 7. كده بسطنا 6 على 21. المثال اللي بعده 20 على 36. العشرين عبارة عن 4 في 5، والستة وتلاتين عبارة عن 6 في 6. الاربعة مش عدد اولي، نحولها 2 في 2، يبقى 2 في 2 في 5. الستة مش عدد اولي، نخليها 2 في 3، يبقى 2 في 3 في 2 في 3. الاتنينات هتروح مع بعض ويفضل 5 على 9. لو حولنا البسط لعدد اولية والمقام لعدد اولية ومفيش حاجة راحت مع بعض، يبقى الكسر اللي عندنا في ابسط صورة. مثلا 15 على 7، ال15 مش عدد اولي، نخليها 3 في 5، والسبعة عدد اولي نسيبها زي ما هي، مفيش حاجة تروح مع البسط مع المقام، يبقى 15 على 7 في ابسط صورة. لو عندنا احد الرقم 0 او 5، يبقى البسط والمقام بيقبلوا على 5. مثلا عندنا 20 على 15، ال20 احدها 0 وال15 احدها 5، يبقى الاثنين بيقبلوا الاسم على 5. ال20 عبارة عن 5 في 4، وال15 عبارة عن 5 في 3. ال5 هتروح مع ال5 يفضل 4 على 3. لو الاحد عدد زوجي، يبقى البسط والمقام بيقبلوا الاسم على الاثنين. مثلا عندنا 24 على 56، ال24 ممكن تبقى ال2 في 12، وال56 ال2 في 28. ال12 احدها عدد زوجي وال28 احدها عدد زوجي، يبقى ال12 عبارة عن ال2 في 6، يبقى 2 في 2 في 6. وال28 عبارة عن ال2 في 14، يبقى 2 في 2 في 14. ال6 عدد زوجي وال14 عدد زوجي، يبقى نخلي ال6 2 في 3، وال14 2 في 7، يبقى 2 في 2 في 2 في 3 على 2 في 2 في 2 في 7. الاتنينات هتروح مع بعض ويفضل 3 على 7. كده خليناها في ابسط صورة. دلوقتي هيظهر قدامك شوية مسائل، وقف الفيديو حلهم وقارن اجاباتك بالاجابات الصح. وكده وصلنا لآخر فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. نتقابل في فيديو جديد. سلام.